أعلنت مراكز الرعاية الصحية الأولية تقديم الخدمات في العديد من المراكز الصحية على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك، بما يوفر التغطية الطبية لمباشرة الحالات المستعجلة المتعلقة بطب العائلة، وذلك للمساهمة في استدامة خدمات القطاع الصحي. حول هذا الموضوع قالت الدكتورة لولو راشد شويطر الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أن هناك 27 مركزا صحيا موزعين على كافة المحافظات، بينهم 9 مراكز صحية تعمل على مدار 24 ساعة. أحب أن أؤكد باستدامة جميع الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية الموزعة في محافظات المملكة، وهي اللي تقدم الخدمات بجودة وكفاءة عالية من خلال توافر كوادرنا الطبية والتمريضية والخدمات المساندة. كما يوجد 27 مركز صحي موزعين في جميع المحافظات تعمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 7 مساء، منهم 9 مراكز صحية تعمل على مدار 24 ساعة، وهذه لاستقبال الحالات العاجلة ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية. الـ 27 مركز صحي قادرين على استقبال ومؤهلين أنهم يستقبلون الحالات العاجلة ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية، وهذا في وقت الرمضاني لهم من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء. وهناك 9 مراكز صحية موزعة على جميع محافظات المملكة، في منهم مركزين في كل محافظة، في محافظة فيها 3 مراكز صحية لاستقبال جميع الحالات الطارئة التي تستدعي التدخل المباشر ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية.